3/8/2022. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من السياسه اليوم. ضيفي في استوديو هو الباحث في الشان السياسي دكتور وسيم بزي. اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور لحضرتك ست سوسن ولمشاهدي الام بي ان. كثير من الاسئله اليوم مطروحه في ظل هذا الواقع اللي عم بيعيشه لبنان، اليوم انتخابات بامريكا وشغور في لبنان دكتور، وواشنطن تتحدث عن مخاطر تفكك وحرب أهلية، بالوقت اللي رئيس بري يقول أنه قد لا يتحمل لبنان أكثر من أسابيع، والأولوية اليوم هي الانتخاب رئيس للجمهورية ولكن بشرط التوافق. عمليا دخلنا مرحلة شو؟ استنزاف سياسية أمنية اقتصادية، ويعني أمامنا تحديات بالجملة اليوم، وبالتالي رئاسة لبنان تنتظر ماذا؟ حقيقة يعني في ثلاث أمور أنجزت أسست لمرحلة جديدة. الإنجاز الأول طبعا هو ملف تفاهمات الثروة الاقتصادية للبنان. الإنجاز الثاني هو فشلنا بانتخاب رئيس ودخولنا بمرحلة الشغور. والإنجاز الثالث أنه ترافق الشغور مع فشل بتشكيل الحكومة. هاي تعتبرها إنجازات؟ يعني هذي عناوين أسست للمشهد الحالي. المشهد الحالي واضح تماما أن لبنان بعد انتهاء ملف الحدود البحرية خسر كثير من القلق والاستقطاب والتركيز عليه. أصلا ما لحقنا يعني نتفل إذا بدك شيء. أنجزنا الأمر، صحيح؟ بلشنا نشعر ببهتانية لحظة ما بعد هذا الإنجاز. اثنين، أنه هوكشتاين لم يمضي على الإنجاز اللبناني 10-15 يوم، بتطلع شخصية بحجم ووزن باربرا ليف لتعمل بمركز ويلسون هذه المقاربة اللي فيها كم من المخاطر التحذيرية عن واقع لبنان اللي لابد إلا أن نوقف عندها ونشوف هل هي بإطار مقاربة كلاسيكية لشخصية معنية بملفات المنطقة، أم أن هناك رسالة أمريكية للبنان تحديدا في هذه اللحظة بدأت تستثمر على ضفة ما بعد الترسيم. بمعنى أنه نحن أخذنا الترسيم، الآن رجعت سياسة التهويل على الواقع اللبناني، وبالتالي حديثة عن النازحين كان حديث متوتر. واضح أنه أمريكا مستمرة بالاستثمار بملف النزوح بالمعنى السلبي وتحارب الإرادة الرسمية اللبنانية، هك عبرت باربرا ليف. الإرادة الرسمية اللبنانية؟ إرادة رسمية على الأقل بموضوع كيف تعاطى رئيس الجمهورية مع الملف، ولكن ليس رئيس الحكومة. الحكومة يعني في استفاقات للحكومة ولرئيسة إيجابية بموضوع النزوح، ما كنا عهدنا فيها على الأقل طبقة الصوت والخطاب العالي النبرة ولا حتى القرار، على أمل أن يترجم ذلك إلى قرار. بس إداء الرئاسة الأولى وترجمة اللواء عباس إبراهيم ووزير المهجرين لهذا الملف فيها كثير من محاولة الإنجاز رغم الصعوبات. حقيقة ما كانت بكمانة بإطار الاستفاقة اللي حضرتك وصفتها، يعني استفاقة متأخرة خلينا نقول عند فخامة الرئيس. لا، للأمانة العمل على الملف أكثر طرف بقي يذكر بشكل دائم بملف النزوح ويعتبره خطر داهم كان رئيس الجمهورية حقيقة، وشخص وإله كلمات ومواقف بالسنوات الست الماضية مشهود لإله فيها. ويمكن الوزير باسيل بزيارته الموعودة إلى دمشق حاطت هذا الملف من ضمن الأولويات اللي عم تنطرح. الملفت أيضا حديثة عن مخاطر تفكك الدولة، عن الانهيار، عن عدم، عن انه السياسيين بفلوا وبيتركوا هذا الشعب، وهي لافته جدا بلجة الانهيار. عم تتهموا للسياسيين انه انتم مصرياتكم واملاككم برا بتسمح لكم تهربوا باول لحظه. الاساس بالتساؤل المرتبط بكلامه، اول شيء توقيته دائما، اثنين وزنه وتاثيره بملفات المنطقه، ثلاثه اجى الكلام بعد الترسيم مباشرة. وبالتالي هل الامريكان عم يرجعوا يغضوا الخطاب التوتيري؟ انا مطمئن لامر، وهو انه مواكبه الرئيس الامريكي الفعالي لملف الترسيم لبنانيا بمحطتين ثلاثه، واتصاله برئيس الجمهوريه وحثوا على انتخاب رئيس بالفتره اللي اتصل فيها، اي كلام ما دون هذا الموقف من بايدن
لازم ناخذه بطبقة أخف. بس ليه ما فينا نحدد الموقف بهذا الإطار؟ بمعنى أنه آخر شيء أمريكا حصلت على ما تريده، أخذت هذا الغاز اللي كان بدها إياه، وإسرائيل أخذت ما تريده، لبنان حصل على هذا الترسيم، ولكن هذا إذا بدك لا ينافي أو يناقض أي سيناريو صحيح في المرحلة المقبلة. أنا برأيي لازالت أمريكا ملتزمة بسياسة تبريد البؤر المشتعلة وليس إعادة ضخ النار فيها، وبالتالي الحديث عن انهيار بلبنان، تفكك كامل للدولة، هيدا وتفكك يعني كامل هون للدولة، إذا بدك هون الخطورة. في ترهيب صحيح. إذا بدك وضغط، نحن ما عندنا أوهام عن واقعنا الصعب لحقيقة اللي هي شخصته في استجابات حقيقية مع طبيعة الواقع الموجود، بس كمان بعد القوى الأمنية موجودة، بعد الإمساك الأمني لحد كبير قائم، بعد مصرف لبنان عم بمارس سياسة إدارة للواقع الصعب بقدر معين من المرونة، رغم كل المسؤوليات اللي ممكن نحملها لمصرف لبنان بأدائه وعدم حضوره بالأمس، يعني هيدا واحد منا. بعدنا على الأقل القوى السياسية مع بعضها ما راحت بخطاب الصدامة إلى حدود العودة إلى استخدام الشارع، هي لوحت مرة علما أنه إذا بدك يعني كل المواقف تنذر بأنه قد نكون أمام هذه الاحتمالية. هيدا مثلا يقال أنه بالأيام الماضية إمكانية الذهاب إلى دولار 15 ألف قد كان ممكن أن يفجر قنبلة موقوتة، لذلك في تهيب حقيقي لهذه اللحظة الانتقالية وأبعادها وارتداداتها الشعبية. لكن أنا بدي أرجع لأصل المقاربة، ما بيقدروا الإسرائيلي ولا الأمريكان يعتبروا أنه أخذنا اللي بدنا إياه والسلام. لماذا؟ لأنه بالأخير في ضمانات أمريكية انعطت، في ضمانات الفرنسية والأمم المتحدة شاركت فيها، والأهم أنه في مقاومة بعد موجودة بكل ثقل العسكري والميداني تواكب لحظة بلحظة. لا بل انه الامين العام سمحت السيد حسن نصر الله حكى عن مواكبة المرحلة صحيح. المقبلة اللي هي مرحلة الاستخراج وبدء وضع ما اتفق عليه فعليا على سكة التطبيق السريع. خليني بس اتدرج بالضمانات اللي تفضلت فيها، يعني اليوم يمكن القول بانه هذه الضمانات الامريكية يعني تشعر لبنان بنوع من الاطمئنان، خصوصا وأن التجربة مع الأمريكيين يمكن قد لا تكون مطمئنة في الكثير من المحطات، وآخرها محطة الاتفاق النووي وخروج أمريكا من هذا الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هلأ خروج أمريكا معروف بأمريكا أنه تغير الإدارات صحيح، ونحن رايحين إلى هلأ يعني انتخابات نصفية وإمكانية عودة الجمهوريين وعودة ترامب صحيح. لكن بموضوع التفصيل اللبناني اللي له علاقة بعيد الملف، برأيي ما فينا نسحب الأمور على تغير الإدارات، لأنه هذه بالأخير استراتيجية عريضة عم بتقودها أمريكا، ألزمت فيها كيان العدو، وأنا بأكد لك أنه نتنياهو لن يستطيع، يمكن نحن زمطنا من خرم الإبرة أيام قبل عودة نتنياهو، والأمريكاني كان عم يحسبها ربطا باللي عم نحكي فيه، بده ينجز الأمر بغض النظر إذا بينجح لبيد، رغم أنه هني كانوا علنا مع لبيد ضد نتنياهو، ومش سر أنه في حلف تاريخي بالمنطقة مع الأمريكان سماه وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف حلف الباءات الثلاثي مع ترامب، اللي هو نتنياهو بن سلمان بن زايد وترامب. هلأ طبعا في المتغير الأوكراني فرض خلط وراء هائل على تشكل هذا الحلف مرة أخرى، لأنه في وقائع حاكمة، والأهم ست سوسن في علاقة سعودية أمريكية تمر بتغير حتى الآن يبدو وكأنه تغير جوهري. يعني نحن نتحدث هنا عن محطة مفصلية في هذه العلاقة بحسب اللي حضرتك عم تفكر لدرجة أنه في عتب من الدبلوماسيين الأمريكيين ببيروت أنهم لم تتم دعوتهم إلى مؤتمر الطائف يوم السبت، علما أنه بعض المعلومات قالت أنه تم دعوة السفيرة الأمريكية ولكنها اخترعت سببا لعدم حضور هذا المؤتمر. أنا أكد لك أنا
بحسب المعلومات اللي صحيح. مع احترامي لبعض المعلومات بالبلد كتير بينكب المعلومات. أعطينا المعلومة الصائبة. وكتير في صحافي صفرة وفي مواقع تواصل صفرة ويعتمد على تهييج والأخبار الملفقة لاستقطاب المتابعين، لكن عقول الناس ودقة من يتابع ومصداقية من يتكلم تبقى معيارية بالغث وفصله عن السمين. طيب. لذلك لا، الأمريكان عاتبين على عدم دعوتهم إلى هذا. يعني كانت خطوة منفردة أكثر من دون التنسيق. أكثر من هيك، يبدو أن الدولة السعودية مش بلبنان، بالعالم، أصدرت تعميم دبلوماسي على سفاراتها بالعالم بعدم الاحتكاك مع السفارات الأمريكية بالدول الموجودة فيها. إلى هذه الدرجة؟ هذا تمظهر بفرج أنه العلاقة تحديداً بين ولي العهد السعودي وإدارة بايدن تمر بامتحان نوايا صعب وبتجسيد واقعي لخطوات يبدو أنها افتراقية. حتى باربرا ليف هي وعم تحكي عن السعودية قالت يفترض بشركائنا السعوديين، وكأنها هي مش ضامنة دقة موقفهم من اللي كانت عم تحكيه لبنانياً. لذلك هون السؤال الأساسي، بس مع عودة الجمهوريين ما بتتغير طبيعة هذه العلاقة؟ أنا بنعرف العلاقة بين ترامب، يعني خلينا هيدي مسألة عودة الجمهوريين نحطها بنصابها. ما في شك أنه فرصة الاستطلاعات هي نحو عودة الجمهوريين، لكن الجمهوريين جزئين، الحزب الجمهوري التاريخي وترامب بقيادته للحزب الجمهوري بالنسخة هي أول تمييز. التمييز الثاني أن العودة قد لا تشمل الاستحواذ على مجلسين النواب والشيوخ إذا نجح الديمقراطيين بالحد من الخسائر بالاحتفاظ بمجلس الشيوخ وخسارة مجلس النواب. ثلاثة، دائما بمنتصف ولاية الرئيس بتصير ديمقراطيا أو جمهوريا بأنه بفوز الحزب المعارض بالمجلسين. طبعا هذا بيأسس لواقع سنة 2024 الرئاسية، لكن هذا لا ينفي أن الرئيس بايدن باق لسنتين وأنه الدولة العميقة بأمريكا لا تريد عودة دونالد ترامب مرة أخرى ليثير ما أثاره من غبار. ثلاثة، أن المجتمع الأمريكي منقسم ثقافيا ووطنيا بشكل عمودي بطريقة بتفرجي أنه أمريكا لن تعود اللحمة الوطنية إليها بالسهولة اللي عم نتصورها. لذلك ما بنا كتير مبالغ من وجهة نظري بقراءة تداعيات فوز الحزب الجمهوري على السياسة الخارجية بالولايات المتحدة واللي بجزء منها السياسة اللي أنا بدي أطرح معك سؤال أساسي. إلى أي درجة لا زال الانسجام السعودي الأمريكي في لبنان قائما على الوتير نفسه؟ هو هذا السؤال يمكن المركزي اليوم، وحضرتك عم تقول بحسب المعطيات والمعلومات بأنه خطوة المؤتمر أو اليوم لم تتم فيها الدعوة للجانب الأمريكي، هذا يمكن يجيب على بعض. أنا حقيقة كنت عم بترقب على ضوء المتغير العراقي واللي واضح فيه أنه ما كان لمحمد شياع السوداني أن يأتي لرئاسة الوزارة وأن ينتخب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وأن يحضر الأكراد والسنة بهذا المستوى من المرونة بالشراكة مع الإطار التنسيقي، لو لم يكن هناك نوع من التكيف الأمريكي مع الواقع الجديد في العراق. والدليل 6 اجتماعات أو 7 بين السفيرة الأمريكية وبين رئيس الوزراء العراقي بالفترة الأخيرة، وهناك من يهمس أن ما جرى في العراق هو عقاب أمريكي صامت وكامن لإحدى ساحات التأثير السعودي، وأن عملية تحطيم للأدوات السعودية في العراق قد حدثت بصمت ضمن عقاب قد يمتد إلى ساحات أخرى، يعني قد ينسحب على لبنان. هون أنا عشان هيك استباقا صحيح. عم نمشي أنا وياك شوي شوي بهذا الإطار. واضح تماما أن السفير البخاري أراد أن يحتكر سعوديا
مشهد الأونسكو وهيدا حقه، بالنهاية هو عم بيعبر عن سياسة دولته وعن الإرادة الملكية اللي بيعبر عنها ولي العهد، وقد حرص على إيصال الرسالة الأهم التي أراد من كل هذا الحشد غير المتجانس، وهي لكن لازم نعترف انه هيدا حشد ما بيقدر غير السعودية يجيبه بهالشكل، لكنه غير متجانس وفي مجموعة من الفولات. شو يعني ما بيقدر غير السعودية؟ اليوم لو أرادت الولايات المتحدة أو فرنسا لا تستطيعان؟ بلا، بس السعوديين يعني بانخراطهم المباشر والفج بتفاصيل الشأن اللبناني بشكل عاري وبدون كفوف ودون أي مراعاة على الأقل للشكل الدبلوماسي الذي يحترم سيادة يعني البلد. يعني في انخراط للشأن إذا بدك سعودي للشأن اللبناني، علما أنه كان العنوان هو أنه تركين لبنان وما بقى في هذا الاهتمام. هلأ قد تكون هيدي رسالة بداية عودة سعودية، نحن دائما مع أن تكون المملكة عامل تجسير إيجابي، ما بننكر أن للسعودية إذا بدك مصامات. مصالح بالواقع الداخلي اللبناني، وأنه عندها تاريخيا سياسات كانت تراعي عدم الانخراط السلبي وقررت الخروج فجأة على ضوء سلسلة نكسات وهزائم، لكن يعني أخذوا الطائف وكأنه حالي محض سعودية، إنجاز محض سعودي، علما الطائف هو إنجاز وطني لبناني قبل أن يكون إنجاز سعودي. إنجاز وطني ودليلي لبناني. على هذا الأمر ست سوسن هو ردة فعل الرئيس الحسيني حينما دعي إلى هذا المؤتمر بالتواصل اللي صار بينه وبينه واللي استدعى بلحظة معينة أن يزور السفير البخاري ببيته. الرئيس الحسيني رفض أن يكون هو مدعواً ويعتبر نفسه بموقع الداعي. اثنين، هو عنده ملاحظات على ربط هذه الدعوة حصرا بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر أن اللبنانيين هم المفروض بهم أن يدعوا بهذا الاتجاه، حتى لما انطلب منه أن يتمثل بابنه رفض هذا الأمر لأنه اعتبر أنه ابني هو أنا، وهذا موقف يدل على وطنية الرئيس الحسيني وعلى قراءته للأخطاء التي شابت التظهير السياسي، فما بالك بكم الأخطاء البروتونية. هنحكي عنه، ولكن ما الذي استدعى أصلا اليوم أن يعمد السفير البخاري إلى عقد مثل هذا المؤتمر؟ مثل ما حضرتك عم تقول منحطه في خانة عودة المملكة من بوابة الطائف أو أكثر أو أبعد من ذلك، أو هناك اليوم شعور وخوف وخشية من أنه هذا النظام اليوم مهدد أو هذه الوثيقة مهددة، وبالتالي قد يبدأ البحث في مرحلة ما عن بديل لها؟ أنا برأيي إذا بترجع إلى آخر مقابلة لسماحة الشيخ نعيم قاسم من يومين، واللي بشكل واضح عبر أنه نحن بالعكس نحن مع تطبيق الطائف، نحن ما عندنا مشكل أبداً بمسألة التمسك باتفاق الطائف، والرئيس بري قال هذا أصبح دستوراً، وبالتالي كل هذا الهيلمان اللي انعمل وكأن الطائف في خطر في افتعال، وتحديداً كان إذا بدك بالتزامن مع الدعوة اللي كانت لسفارة سويسرية على العشاء. هلأ بنحكي عنها يعني لأنه هون في ظلم، في ظلم للسويسريين، في معلومات خاطئة أو مغلوطة يعني. بس خلينا أنا أكمل لك هون بهذا الأمر. الأمر الثاني هون ست سوسن أنه ليش في ناس حق إلا أن تطلع على المسرح وتحكي وتقارب الأمر، وليش في ناس حذفت نهائيا وهي مكون لا يقل عن ثلث لبنان بالمعنى الديموغرافي السياسي بمعنى الحضور الوطني بمعنى الشراكة؟ كيف تعمد لتغيير؟ أنا أتحدى أنه ينجاب موقف واحد على أقل حركة أمل وحزب الله كثنائي لمرة واحدة في تطاول أو افتئات أو هجوم على اتفاق الطائف. لماذا حرم هذا المكون سياسيا وطائفيا من أن يكون على منصة الكلام عن الطائف؟ واحد، يعني برأيك كان إذا بدك المنطق يفترض أن تتم دعوة حزب الله على الأقل، عم بحكي في ظل العلاقة اليوم السعودية مع حزب الله. هلأ على الأقل إذا أنا بدي أعتبر أنه في مشكل بين حزب الله والسعودية
وانه نتمنى لقدام انه هيدا المشكل يعالج. صحيح. وان يكون هناك جسور. بس في شريك تاني بالثنائي له موقعه بقلب الدوله وعلى راس المجلس النيابي وله حضوره الشعبي، كان ممكن يكون احد اعضاء الموجودين من المتكلمين على المسرح، وهذه حاله نافره. كان في خطا بروتوكولي ولا تعمل؟ ابعد، هيدا خطا سياسي. انا برايي هيدا هون ما بيعود في بروتوكول. يمكن بالسياسه ما فيك الا تقري انه سليمان فرنجيه كان بالصف الاول وميشيل معوض كان بالصف الرابع. صحيح. هيدا يعني هيدي دلالة سياسية واضحة. صفعة للقوات اللبنانية والكتائب وكل اللي ماشيين بركب أن ميشيل معوض هو مرشح. الآن هي صفعة لكل هذه القوى اللي حضرتك ذكرتها. المسألة بالمشهدية بلبنان ما فيها لعب، العالم بتدقق بأصغر تفصيل بالفاصلة. ثلاثة هون، وأيضا كمان انه سليمان فرنجية اللي هو وجوده اصلا يمثل حالة ايجابية ما لقوا يقعدوه الا حد عباس الجوهري، وهذه كمان ما بعرف اذا درست بالبروتوكول والله لا اريد لها ان تكون، مع احترامنا للرجل بس معروف الرجل وين يصرف بالسياسة واين هو متموضع. يعني لقول ماذا؟ يعني اذا كنا بدنا ناخذ اذا بدك للقول انه في مكون وطني اساسي حريص على اتفاق الطائف ويعرف المعاني الوطنيه التي جسدها هذا الاتفاق، كان موجود شكلا دون ان يكرس وجوده مضمونا بالسياسه. يعني وبالتالي اللي طلعوا حكوا مثلا شخصيه مثل الوزير السابق محسن دلول اللي كان مدعو واللي عامل وزير 6 مرات واللي واكبوا الطائف، اجى الزلمه شارك دقيقتين كمان بروتوكوليا ما كانوا كتير شاطرين بتحديد مكانه وحمل حاله غادر. مقاطعه الرئيس الحسيني، ما كانوا شاطرين بتحديد مكانه باي معنى؟ يعني انه ما كان في له مكان مخصص يعني؟ ايه يعني انه يمكن ما قعدوا باول صف بتصور، والرجل له تاريخه ومكانته. طيب بس اذا هيك يعني بيصيروا الكل بالصف الامامي، لا بيكون انتبهي في كان شكل واضح من الفوضى البروتوكوليه وعدم ادراك لحساسيات واقع السياسي. ايضا في ملاحظه مهمه سنيا هون، ست سوسن انه آل الحريري بعد معركه الانتخابات النيابيه وبعد ان اثبت الواقع الانتخابي والشعبي أن إرث الحريري معادل عصي على الكسر، وأنه هناك تعاطف وجداني وشعبي وسياسي مع آل الحريري لا زال موجود عميقا في الطائفة السنية. دعي سعد الحريري وأحمد الحريري وبهية الحريري ولم يحضروا. سعد الحريري لدرجة لدرجة سعد الحريري الرئيس سعد الحريري لدرجة أنه الست بهية الحريري تعمدت أن يكون لها نشاط علني في صيدا بنفس توقيت المهرجان. أنا وياك عم نعمل ملاحظات. صحيح. سياسية، لا عم نهاجم المناسبة ولا الداعين إليها، وعم نقول المملكة دولة شقيقة نتمنى أن تتعاطى مع لبنان بما يحترم على الأقل شكلاً أصول وجوده كدولة وككيان. بس بهاي النقطة تحديدا، لأنه البعض اعتبر بأنه تغييب أو غياب سعد الحريري يكرس إقصاء الرئيس سعد الحريري لمراسته المملكة، ولكن مجرد الدعوة، حضرتك عم تقول تم توجيه الدعوة إلى هذه العائلة الكريمة. أنا برأيي كأنك عم تدعي حدا ليمشي بجنازة حاله، يعني إلى هذه الدرجة. إنه المعنى أنا بدك قيم لك ما تريده المملكة من هذه المناسبة. أول شيء الأساس اللي بده ينقال أن المملكة باللي عملته بالاحتفال نقضت ما قاله الرئيس ماكرون بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت، حينما حضر إلى بيروت ودعا إلى عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين، وأرادت أن تنقذ هذا الأمر من خلال بنقل أقوال عن لسان مسؤولين فرنسيين لم يقولوه هم على الملأ، بل نقل عنهم وكأنه تم الانقلاب على هذا المعطى الفرنسي. بس هون كانت مفارقة دكتور لافتة، يعني بمعنى أنه اليوم سفير دولة ينقل على لسان رئيس دولة بحجم الرئيس الفرنسي، علما أنه هو وكأنه عم يبعث رسالة نقلا عن الكلام. نقله هو عمليا عن سان برنار أمييه،
لأنه الرئيس ماكرون ما كان حاضر بالاجتماع. ولكن شو دلالات هيدي يعني إذا بدك بالشكل شو دلالات؟ دلالاتها أنه من يدعو إلى واقع عقد اجتماعي جديد أو تغيير بالثوابت الوطنية اللبنانية سيكون لهذا الأمر تداعيات تصل إلى حدود التقسيم والاحتراب الأهلي إذا لم تكن المملكة العربية السعودية راضية عن هذا يعني الأمر. عم بتقول بمعنى آخر أنه أنا هنا وإلي دور وأنا شريك، ما في حدا عم بشكك بأنه العلاقة بين لبنان والمملكة فيها كثير من العناصر الإيجابية التي يمكن الاستثمار فيها، بس أن يؤخذ اتفاق الطائف ليعطى حصرا بعدا سياديا سعوديا بدل أن يكون بعدا سياديا وطنيا لبنانيا، هي مفارقة خطيرة يعني ما كان غير مسبوقة بالنظر إلى الطائف. حتى رفيق الحريري الراحل لما كان موجود مواكب خلف الكواليس للطائف كان عم بيشارك وعم بيطل من خلال وطنيته اللبنانية وشرعيته اللبنانية. ثلاثة والأهم أن ركوب السين سين بعد ذلك هو الذي جعل المملكة تعطي التفويض للرئيس الراحل حافظ الأسد بإدارة مسار التطبيق وما شابه من عيوب تتحمل مسؤوليتها المملكة وأمريكا واللبنانيين قبل سوريا. طبعا أمر ثالث كمان أنه إذا كان فعلا صهوة العودة إلى لبنان بدها تصير على أساس هذا الأمر، أهلا وسهلا. في كثير من عناصر التجسيد لهذه الإرادة السعودية إيجابا بالمرحلة المقبلة ممكن أن، بس برأيك هو مجرد العنوان عنوان الطائف أليس عنوانا جامعا وبالتالي يمكن أن يقرأ بأنه عودة سعودية من بوابة جامعة وماذا بعد يعني وين سيصرف هذا؟ شوفي كيف صارت إدارة المعركة. أول شيء السفيرة السويسرية لما دعت للعشاء هيدا بدنا وقت فيه. لا بس بدي أنا أوضح مسألة جوهرية. كان يفترض أن السفيرة تحتضن حراك كان يقوم فيه ملتقى الحوار الإنساني humanitarian dialogue لفي لبنانيين بالمناسبة كانوا عم يتحركوا هون أعزاء وأصدقاء ومعروفين منهم سر الأستاذ خلدون الشريف منهم الست هاجر العالم منهم، وكانوا عم بيجربوا يديروا حوار غير مباشر بين الأطراف على أن نصل على ست سبع ملفات متوازنة وليست محصورة بملف، مش محصور أبدا فيهم موضوع تغيير الطائف وجدول الأعمال مش وارد فيه هيدا التفصيل. فجأة لأن السفيرة قررت تعمل مبادرة العشاء كالتفاتي للدولة الراعية إذا بدك، ومعروف إنه سويسرا ما بتعمل حراك مثل هذا بمعزل عن أمريكا، صحيح ما حدا عنده أوهام بالموضوع. فجأة أثير الأمر وكأنه الويل والثبور وعظائم الأمور، وتم بالمناسبة واحد من الأسباب التكتيكية التي أثارت من شن هذا الهجوم أن المكون السني كان ممثلا بري الحسن عن تيار المستقبل، ويبدو أنه هذا الأمر لم يعد مسموح به سعوديا بأن يعاد هذا الإرث إلى لحظة القلق إلا من خلال الرئيس فؤاد السنيور. بس يعني هذا هو الرجل المعتمد سعوديا اليوم وكل الباقي على الأقل اطلع على المسرح الرجل. ما بعرف هو شو كانت علاقته بالطائف، أنا بعرف أنه الرئيس سنيورا ما كان بعده حتى مقرب عالم السياسي، كان بعده بعالم المال والمحاسبة ويمكن بلجنة الرقابة على المصارف إذا أنا مش غلط. لذلك بناء على كل هيدا الرسالة السعودية الأولى من التمظهر اللي صار خارجية تستهدف بشكل أساسي فرنسا والولايات المتحدة ليفترض أنهم شركاء السعودية، صحيح، بما سمي البيان الثلاثي الشهير. خلينا نفصل أكثر ولكن لك تسمحنا نطلع بأول بريك ومن ثم نتابع.
نتابع السياسة اليوم وضيفي الباحث في الشأن السياسي دكتور وسيم بزي. كنا عم نحكي فيما يتعلق بدعوة إلى المؤتمر، مؤتمر طائف اللي كان بدعوة من السفير البخاري، وحضرتك قلت أنها رسالة سعودية ولكن تستهدف بالدرجة الأولى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالرسائل. بالرسائل بطبيعة الحال هيدا يعني إذا بدك بخلينا أمام أي معادلة في الموضوع الداخلي اللبناني، خصوصا وانه بنعرف يعني اي استحقاق يتطلب للاسف دائما هذا البعد الاقليمي والبعد الدولي، وبالتالي هذا التناقض اليوم بين المملكه من جهه وبين هاتين الجهتين من جهه اخرى هو يؤدي الى اين؟ يمكن ما بعد قرار الاوبك بلس وانعكاساته برفع مستوى خفض مستوى الانتاج مليوني برميل، واللي اسس لشكل من أشكال الشخصية السعودية المستقلة لأول مرة منذ الملك عبد العزيز، واللي وصلت لدرجة أنه عم ينحكى أن السعودية مقدمة طلب بدها تفوت على البريكس، وهيدا بفرجيكي لأي درجة ولي العهد السعودي يبدو أنه قرر أن يذهب بعيداً بتمايزه عن السياسة الأمريكية بملفات هل قد حساسة ومهمة عالميا، أو أن ولي العهد السعودي لم يخرج عن المألوف التاريخي لآبائه وأجداده، وكل ما يقوم به هو عملية شراء للوقت بانتظار عودة مجموعة حلفائه التاريخيين. رجع الحليف الأول بنيامين نتنياهو على أمل أن يعود الحليف الثاني دونالد ترامب، وبالتالي هو ساعتها بيكون أسس لأمرين: أنه استثمر في القادم إلى الولايات المتحدة، وبالتالي كل هيدا اللي اختطته من سياسات ضد إدارة بايدن أو بالتمييز عنها بيتراجع عنه وبيرجع لموضعه الطبيعي، أو لا هو عارف أنه ترامب ونتنياهو بلحظة معينة ممكن يكونوا قراب حتى من الرئيس بوتين، وبالتالي هو يستطيع أن يستثمر في كل الضفاف بالمرحلة المقبلة ويخرج من الواقع الصعب اللي هو موجود فيه بعلاقته مع أمريكا. يعني وهون بدك بنذكرك، هيدا يفتح أمام الكثير، بنذكرك بزيارة جيك سوليفان، بعدم إلغاء زيارة لويد أوستن وزير الدفاع، زيارة مستشار الأمن القومي، الطريقة اللي استقبل فيها الرئيس بايدن بالسعودية وغيرها، عدم الرد على المكالمات الهاتفية من الشواهد. صحيح. أما بالعودة للموضوع اللبناني، ما في شك أنه أريد لهذا الحدث أن يكون حدثاً كبيراً مستقطباً للضوء، وارتكزت عملية التظهير على شخصين أساسيين من ذاكرة الطائف: الرئيس حسين الحسيني لبنانياً والأخضر الإبراهيمي عربياً. الأخضر الإبراهيمي إجا وكان وجوده بيعطي ضوضاء للأمر وحميمية إذا جاز التعبير، ولكن عدم مجيء الرئيس الحسيني ضربة لبنانية بالصميم لهذا الأمر. وحتى كلام وليد جنبلاط اللي قاله بجرأة وعلى طريقته، بسرعة وليد جنبلاط حرص على ألا يفهم كلامه هو وطالع بموضوع سليمان فرنجي، فكانت زيارته وكأنه تموضع سياسي جديد، وبالتالي دغري راع عن التيني، ومبارح استقبل السفير الإيراني. صحيح. يعني لا يكمل الدق بالزعرور هيك. وهيدا دائما بكرس المعادلة اللي بيحكيها الرئيس نبيه بري عن وليد جنبلاط، أنه رجل لا يضيع البوصلة. اثنين، حتى الرئيس بري اللي تصرف طبعا بطريقة فيها احترام لموقعه الدستوري والسياسي، أرسل ممثل من الطائفة السنية لإله على المناسبة، وأشرق نواب اثنين أو ثلاثة، فادي علامة، الحاج أبلان، عناية عز الدين. صحيح. لكن رغم هذا وكله ما شفنا أنه حركة أمل كانت موجودة على المسرح لتعطي برأيها بهذا الأمر، ومعروف أن الرئيس بري من أشرس المدافعين عن التمسك باتفاق الطائف. هذا كله يؤدي إلى، برأيي الشخصي أنا، نحن فتنا على مرحلة سياسية جديدة، وهي تحت أي عنوان؟ هي فعلا يعني أي أولويات ستحكم لبنان بالمرحلة القادمة؟ هل هيدا التمايز اللي عم نحكي عنه تمايز جوهري، أو نحن عم يتهيأ لنا الأمر رغم أنه عم نحاول ندعمه بمسندات وبمعلومات، وأنه لا بعد بيخلوا لبنانيا
مساحة مشتركة، الثالوث الفرنسي السعودي الأمريكي، علما أنه في ليدر واحد بهيدا الموضوع هو الأمريكي. أي. الفرنسي هو منفذ أمين لما تريده إدارة بايدن لبنانيا، يعني وشايفين وضع ماكرون بأوروبا وبقلب فرنسا. أما السعودية فهي لاعب درجة تانية بواقع لبنان وإدارته بالماضي وبالحاضر ولقدام. وبالتالي يجب أن ننتظر ما بعد الانتخابات النصفية لنشوف حقيقة شو بده يصير بين الأمريكان والإيرانيين ربطا بكل واقع ملفاتهم. بس اليوم إذا بدك يعني حكينا بما يتعلق بموضوع مؤتمر والدعوة اللي صارت للطائف وهذا الموقف السعودي تحديدا، وربطا بالمواقف الأمريكية، وحضرتك بلشت عم بتقول أنه لا أنت تستند آخر شيء إلى الموقف اللي هو موقف بايدن كيف تعاطى مع ملف ترسيم الحدود. صح. ولكن بالتوقيت وبالدلالة يعني اليوم المواقف الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي إجت على لسان مساعدة وزير الخارجية كأنه تنبئ بالمرحلة التي تنتظر لبنان، بالتالي هيدا بخلينا أنا برأيي هيدا ضغط سياسي كمثل ما أنا عم بفهمه، لن تخاطر الولايات المتحدة بإشعال بؤرة حريق لبناني داخلي بالمرحلة القادمة خوفاً من لمجموعة من الأسباب. أولا أنه أصلاً اتفاق الترسيم والإنجاز يجب أن يبقى محصن باستقرار أمني. أوكي. واحد. اثنين أنه مع نتنياهو الأمور دائما تحتاج إلى حذر وإلى إبقاء الأمور تحت دينامية سيطرة معينة. اثنين. ثلاثة. أوروبا بأي لحظة بصير الانفجار اللي عم يحكوا عنه ستستقبل آلاف وعشرات آلاف الزوارق المحملة باللبنانيين والفلسطينيين والسوريين. صحيح. هاي ثلاثة. أربعة. واضح تماما أنه مناخ أوكرانيا ما بعد التسريبات عن الحوار بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وباتروشيف نظيره الروسي وبدء الهمس الأمريكي أنه يا زيلينسكي روح حاور بوتين ويعني وصول قدرة أوروبا على التحمل والصمود أمام الامتحان الاقتصادي الطاقة والصعب إلى أدنى درجات التحمل وبدء انعكاس هذا الأمر مظاهرات بساحات أوروبا، تغييرات بالقيادات الحاكمة والحكومات مثل الحالة اللي شفناها بإيطاليا وببريطانيا، كل هيدا قد يغير النظرة الأمريكية بالمرحلة المقبلة لواقع المنطقة. لذلك الرئاسي ومآلاته أساسية جداً باللي عم نحكي عنه هون لتدعيم الاستقرار أو نظرية الاستقرار المطلوبة حماية لهذا. أنا رأيي الشخصي أنه حكومة الرئيس مئاتي لتصريف الأعمال تملك تفويض إدارة المرحلة الحالية على صعوبتها. أكيد من الرئيس قبل من؟ من قبل بالدرجة الأولى الغربيين، يعني تحديدا الأمريكان والفرنساوية، وهيدي حيوية وجوده بمؤتمرات شرم الشيخ ولقاءات اللي عم يعملها دليل على هذا الأمر. سقف تصريف الأعمال اتفق على حدوده دون نزاعات كبرى، لن يدعو الرئيس مئاتي إلى اجتماعات لمجلس الوزراء. أخذ ضمانات بهذا الأمر، وحزب الله اشتغل مع الرئيس مئاتي على ترتيب الحدود الدنيا للتعاطي مع هذا الملف. ورئيس الحكومة إذا اضطر لسبب ما للدعوة إلى جلسة سيأخذ رأي المكونات المسيحية الأساسية وعلى رأس التيار الوطني. بس ما معروف رأي التيار الوطني الحر بهكذا دعوة. وكان أليس بس ألم يكن الأجدى برئيس ميقاتي أن إذا بدك يسهل للوصول إلى تشكيل حكومة قبل ما نوقع بهذا الفراغ؟ أنا برأيي يعني محاولة وضع الأمر عند الرئيس مئاتي حصرا دون الآخرين في ظلم. هذا اللي قاله الوزير باسيل. يعني هلأ طبيعي أنه هو بده يدعم وجهة نظره. حقيقة في خلافات حقيقية إلى علاقة بالتوازنات داخل الحكومة، إلى علاقة بإعطاء الثقة، وإلى علاقة إذا بدك ببعض الوزارات وحركيتها. وهيدا الأمر في ناس كان إلى مصلحة ما تتشكل حكومة سعت لهذا الهدف ونجحت فيه. ليه؟ لأنه وفي ناس كان إلى مصلحة تتشكل حكومة بناء على حساباتها ما قدرت تسوق هذا الأمر. وبالتالي
كلمة السر الخارجية حقيقة اللي بتعد بأنه تشكيل حكومي هو تأبيد صحيح. للفراغ الرئاسي وتأخير طويل لإله. نجحوا أصحاب هذه النظرية بفرض وجهة نظرهم. يعني فينا ناخذ منا إذا بدك جانب إيجابي يقول بأنه عدم تشكيل الحكومة يسرع يعني الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية نظرياً. بحسب النظرية اللي حضرتك عم تحكي عنها يفترض ذلك نظريا. أوكي. عم قول اللي الخارجية ما سهل يعني تشكيل الحكومة هيدا هدفهم. أوكي. الآن الرئيس بري واضح تماما انه في منطق بالرياضيات بيقول اكبر مسافه اكبر خط للجمع بين نقطتين هو الخط المستقيم. صحيح. هو عمليا هلا عم يشتغل على الخط المستقيم بأي معنى؟ وبالتالي هيدا تدبير استثنائي بمعنى انه يجب الوصول الى هذا الهدف باقصى سرعه ممكنه. يستطيع اليوم اذا بدك ربط النقطتين بالوقت اللي هلقات في تباعد بين النقطتين؟ مش سهله. ايه؟ مش سهله ابدا. هو دقني وصل خطر بخط مستقيم. يعني بنعرف نحن التفاصيل اللبنانيه بتفوتنا بكثير من الزوارق. هو دقني وصل خطر واكب الامر بحمله اعلاميه. صحيح. تحذيريه حكى عن قدرة تحمل أسابيع. لا تتجاوز الأسابيع. لكن هون حلفه أو نظرته المشتركة مع وليد جنبلاط أساسية جدا. واضح تماما أن الرياح بموضوع الفرصة حتى هذه اللحظة تتجه شمالا. عند وصاحب تحديدا وصاحب وصاحب الحظوة. أي. هو يعني حتى الان بس لانه في صغرته في ميشيل معوض مشان ما تنفهم يعني غلط. انا قلت لك الصدمة القاسية. اوكي. وللامانة يمكن هن ارتقوا مجموعة قوى ان يظهروا موقف مع ميشيل معوض للحظة معينة. برأيي أنا خلصت هلا حأسألك لأن في جلسة الخميس وبدنا نشوف شو بده يظهر فيها يعني. خلصت مفاعيلة. أوكي. عم تقول شمالا الرياح طبعا باتجاه بنشعي أكيد. سليمان فرنجي طبعا منه سر اللي بيسمع الرئيس نبيه بري ب 31 آب ليحدد فيها مواصفات الرئيس بتدل لوين تنطبق على الرئيس على سليمان فرنجي. صح. واللقاء الأخير بن سمحت السيد حسن نصر الله أسألك عنه. والوزير باسيل تركز بطول المدة اللي استمر فيها واللي تجاوزت الأربع ساعات على هذا العنوان حصرا. بس هي خرجت بماذا آخر شيء سمعنا الوزير؟ خرجت بالاتفاق على لقاء جديد. أي بس لا يصير. هيدا هو الإنجاز. يعني بغض النظر عما جرى من في تداول في بين الشخصيتين ولكن على الأقل بالمواقف المعلنة على الإعلام وأمام الملأ يقول وزير باسيل أنه ما في إمكانية لن يسير بسليمان فرنجية وهو لا يريد ذلك أصلا. على كل حال يعني هيدا الأمر في عامل الزمن والوقت بعده حاضر في واحد. اثنين الوزير باسيل عنده مقاربته ست سوسن لي بيحاول من خلاله يبرر انه ليش هو مش قادر يمشي بسليمان فرنجي. وباحدى الاطلالات مع الاستاذ سامي كلاب حكى بهيدا الامر. انا عاك المنطق. هلا انا يعني هو باللقاء حكى شيء اوسع بالهون كم متحفظ. لا قلنا شو صار باللقاء. كم متحفظ. سمعنا سؤال على الهواء. كم متحفظ بالاستفاضة بالكلام عن صحيح. الأمر. الأساس اللي هو عم يطرحه. أنه ترويج مسألة سيره بزياد بارود بسليمان فرنجية. مسألة صعبة جدا. خطرة على التيار. على إقناع التيار وقياداته وجمهوره. صحيح. على إقناع الجمهور المسيحي بمناطق معينة ما في حضور فيها سياسي لسليمان فرنجية. بالإضافة حتى بمنطق المصالح هو لازال حتى الآن غير مقتنع بمنطق الصفقة بينه وبين سليمان. لماذا؟ لذلك المشكلة الأساسي اللي نحن بعدنا بصدده رغم انه فرصة سليمان متصدرة هي ان متصدرة بس هون مردد بوابة جبران باسيل. ايه؟ المسيحية مهمة جدا لكي يأخذ هذا الخيار جدية حقيقية باتجاه الوصول الى الهدف. هون في طرح عم ينحكى فيه. ايه؟ كواحد من المخارج وهي هو ان يأتي التيار الى الجلسة
دون أن يصوت. هلا اليوم بدهم ياخذوا، لكن هيدا أنا برأيي أنا مش عم نحكي فيه لجلسة الخميس، عم نحكي على مدى متوسط وطويل. متوسط على الأقل. طويل يعني عم تقول كأنه الفراغ قد يطول. أنا يعني برأيي نحن في عوامل إنضاج شغالة بأكثر من اتجاه، لكن من المبكر أن نقول أنه بدأنا نلمس نتائج. أكيد سليمان فرنجية بحضوره على اليونسكو أعطى رسالة إيجابية للسعوديين، ويفترض بالسعودي أن يتلقف، لأنه منه سر لما بنقول أنه موقف السعوديين من سليمان فرنجية هو موقف سلبي. وإجوا الفرنسيين قدموا طرح، ومندوبة الأمم المتحدة بلبنان البولندية كانت مؤخراً بزيارة إلى الرياض وخاضت نقاش مع السعوديين حول هيدا الملف. تم البحث بأسماء صحيح، واحد من الأسماء اللي طرحت صحيح، وانطرح مبدأ المقايضة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة، لكن ما فاتوا بأسماء عكس ما قيل عن موضوع نواف سلام. طب بس بنقطة سليمان فرنجية تحديدا، وحضرتك عم تقول يفترض أنها رسالة إيجابية من قبل هذه الشخصية تجاه المملكة العربية السعودية، ولكن البعض كمان يسأل هذه الدعوة إلى سليمان فرنجية وحضوره وأجلاسه بالصف الأمامي مش كمان رسالة من قبل السعوديين إيجابية تجاه هذه الشخصية؟ بعد يعني رسائل بالشكل أوكي. لم تصل لدرجة أن نستطيع أن نبني عليها بالسياسة أو بالمعطى الملموس، يعني بعد ما إلى ترجمة أو كمالة لا يتم البناء عليها. علما أنه هي بتقول ممثلة الأمم المتحدة أن الموقف السعودي كان تصعيديا ومن الصعب حتى الآن أن يبنى عليه إيجابا. مش عم نحكي بموضوع سليمان أوكي، هون خسرة عم نحكي عن مقاربتهم اللبنانية ككل. طيب ولكن فيما يتعلق بالموضوع الداخلي، يعني التوافق الداخلي، وحضرتك عم تقول أي توافق على سليمان فرنجية يتطلب لعبور هذه الطريق أو هذا الطريق موافقة جبران باسيل بالدرجة الأولى، واللي لهلأ بعد ما رحنا إلى نضوج هذه الموافقة ربطا بأسباب مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، علما أنه هذه الأسباب كمان تنطبق على أي شخصية تانية قد يطرحها جبران باسيل من خارج التيار، يعني كيف بده يقنع التياريين هلأ والجمهور. في مساعي لبدء طرح أسماء جديدة من قبل بهذا الاتجاه. يعني البطرك عنده لائحة من 3 أسماء جرب يدير على أساسها حوارات غير منظورة. من شهر ونص صار في لقاء عند فريد الياس الخازن بين أبو سعيد الخنسة وفريد غياض، وطرحت الأمور، وحتى من أيام قليلة بادر أحد المقربين جدا من البطرك باتجاه حزب الله، وحدث لقاء طرح في أيضا نوقشت أسماء وخيارات. بس هيدا الأسماء محصورة بالأسماء المرشحين الطبيعيين اللي كرسون إذا بدك اجتماع البطرك الصغير. يبدو أنه يعني البطرك الراعي هو من وجهة نظره يطرح بالتدريج 3 أسماء. إيه بس أي الأسماء اللي اعتمدتها بكركي بلحظة من اللحظات بالاجتماع اللي بيقول أنه بوقتها يعني الشخصيات المسيحية 4 في ذلك الحين؟ أنا معلوماتي الخاصة أنه هو طرح بالتدريج أولاً روجي ديب، وهذا استدعى رد سلبي جداً من النائب ستريدا جعجع، وصل إلى حد الصراخ ببكركي، واعتبرت أنه هذا الطرح من واحد خان القوات اللبنانية وخان معراب انه هذا طرح استفزازي. بالترتيب يعني توترت العلاقة. بالترتيب الطرح الثاني هو جورج خوري مدير المخابرات السابق واللي اشتغل اجى لفترة سفير بالفاتيكان، والثالث هو قائد الجيش جوزيف هون. طيب. طبعا هيدا الامر كيف هيدا الطرح على لم يصل الى نتائج وبقي باطار الطرح. انا ما بعرف وين طرحوه، بس انا معلوماتي ان هذه خيارات بكركي في هذه اللحظه، علما انه هون في نوع من تقاطع بين القوات وبكركي فيما لو يعني على جوزيف هون، لانه سمعنا دكتور جعجع حكي بهيدا الموضوع وما نقل عن ستريدا جعجع كمان. الدكتور جعجع طرح هذا الامر باطار المناوره كمان وليس اكثر. ليه ما عم تاخذوا بجديه للدكتور جعجع؟ يعني بس نقول لميشيل معوض بتقلنا انه باطار الحرق، بس نقول جوزيف عون بتقول باطار المناوره. ما قلت باطار الحرق، بس هو يعرف جيدا انه هو مش قادر على خيارات
ميشيل معوض السياسية أن يستقطب ثلثي البرلمان وبعد ذلك 65 لا يستطيع مش قادر يجيبه. علما أنه شفنا في تدرج والدليل وعم يطلع أنه صار في أربع تجارب انتخابية مع هذا البرلمان بس طلعت نسبة ميشيل معوض فيها ما هودي هيدا هو الحد الأقصى الموعود أنه نحصلوا على التلت ولا حتى بعد وهيدا التلت له معنى سياسي ما فينا ننكر صحيح لكن بدك تنتبهي أنه القوات خاض زياد حواط بهيدا البرلمان معركة مذلة أمام ألاعون بالنتيجة وبعدد الأصوات وبالتالي هذه حدود الهوامش التي يملكوها وحتى لدخلوا معن بهذه اللحظة وعلى راسهم وليد جنبلاط بأي لحظة بيركب اسم كلمة سر خارجية مع تظهير داخلي لرئيس قادم برأيي أنا يعني برأيك موقف وليد جنبلاط والرئيس بري كتفا بكتف باتجاه هذا يعني موقف الحياة. وليد جنبلاط بعد لقاء الرئيس بري من عين التيني تحديدا كان بداية تخلي عن ميشيل معوض فينا نحطه بهذه لا ليكي هو يمكن يستفزه هيدا المنطق ايه؟ وهو عبر هو طالع من ايه بس للمرة الأولى بيقول نمشي يعني إذا بدك ما هو ما حدا عنده شك أنه رح يمشي أنه مسألة ميشيل معوض وصلت إلى حد السياسي الأقصى المتاح وهي يمكن كانت بلحظة معينة تلبية مشابهة لتلبيته وقت الانتخابات النيابية مع القوات مع بلحظة سياسية برسي. معينة وبرسالة تكتيكية الطابع دون أي مفاعيل بعيدة المدى أوكي. لذلك على هالأساس ايه؟ كمان عم ينحكى انه عند الوزير باسيل قد يكون هناك بداية نقاش باسماء بديلة والوزير باسيل بعده محافظ على هامش قد يعيد فيه ترشيح نفسه ايه لان هو قال لهم انه انتبهوا يمكن انا ولم يقفل السبل ليه لوح بهذا الترشيح يعني باي اذا بدك هون كيف تقراها بالسياسة هو اذا بدك حتى باللقاء اللي حكينا عنه قال. عبر عن صعوبة الوضع اللي هو موجود فيه تجاه هذه التركيبة البرلمانية أوكي. وانه هو ما عنده أوهام انه وضعه صعب وما بيسلم راسه بسهولة للتناقضات الموجودة والتي اسم منها يناصبه العداء السياسي كما يناصبون سليمان فرنجي العداء السياسي يعني جوزيف عون تحديدا ولا لا لا مش قصدي ابدا أي. انا لكن موضوع جوزيف عون يمكن أصبح الآن متراجع ليه؟ لأن علم البعض حتى إذا بدك مواقفه الأخيرة بإطار أنه مواقف انتخابية للمرة الأولى صح هو ما بعرف يعني قديش هذه القراءة دقيقة ولكن البعض ظهر فيها حضور صحيح. وموقف سياسي وعم يعلم من خلاله أنه هو موجود صحيح. على الطاولة وله دور لا وانتبهي هو بعت رسائل لكل المعنيين بأي خلل أو قلاقل أمنية بالبلد ومنهم القوات عشية مغادرة الرئيس عون اللي بعبدا أنه أنا ما بسمح لحدا يفكر بأي توترات أو أي تخريب للواقع الأمني أو الرهان على توتير بس الشارع ليه بعد بهذه الرسائل لأنه هو كقائد جيش معينة على الأقل تحذيريا وأكيد عنده معطيات أنه في توترات أنه بلحظة معينة البعض قد يكون يفكر جديا بالقيام بمحاولات للعبث بالوضع الأمني لأنه هون بعض المعلومات أشارت خلينا نكون واضحين يعني خلال الأيام الماضية بأنه في كأنه اتجاه لتوترات أمنية وتحديدا في المناطق المسيحية على يعني خلينا نقول بين القوات وبين التيار الوطني الحر في تحضير لمثل هذا السيناريو أنا حاسس أنه الأمور حتى الآن تحت السيطرة إلا إذا باربرا ليف عندها أيه؟ سيناريو تاني عم بتحاول تبشرنا فيه ونحن بعد مش شايفين وعلبة اللي قلتلك بالتقييم أنا بستبعد وحكومة الرئيس مئاتي عم بتدير فراغ مضبوط ومحسوب بأبعاده السياسية والأمنية وبقدرتهم على الإمساك بالبلد بهاي المرحلة الخطيرة والحساسة لكن لازم نتجاوز قطوع الاستحقاق الرئاسي لأنه يبدو أنه قدرة تحمل البلد ماليا ومعيشيا هشي جدا وبالتالي يجب أن نستفيد عم يطلع الدولار هلأ 39,300 هلأ هيدا جزء من عوامل شحن طيب وتشريج البلد باتجاه الانفجار بيؤدي إلى ردة فعل شعبية بتوصل آخر شيء لهذا التوتر الأمني كأنه يعني في جو يعني عم يدفع بهذا الاتجاه هلأ قديش حدوده لوين بيوصل هيدا يمكن مسألة أخرى أنا حتى إشعار آخر لحد هلأ بعتبر أنه في هوامش وكوابح
الأساسيين بالبلد وخارج البلد بلتزمين فيها والأمور حتى الساعة مضبوطة الأمور بحسب اللي حضرتك عم تقوله. بالعودة إلى المرشحين وحظوظهم، وحضرتك عم تحكي عن، كنا عم نحكي عن جوزيف عون بهذا المعنى، وحضرتك قلت أو وافقت القراءة التي تقول بأنه الإطلالة الأخيرة والمواقف كانت بالإطار السياسي والانتخابي. صح. هيدا شو ينبئ ببدء مرحلة جديدة وأداء جديد؟ شو أنا باعتقادي أنه إحدى اللقاءات السياسية الكبيرة اللي حكينا عنها قبل شوي قد تكون وصلت لأكثر من نتيجة بهالاتجاه. واحد منا أنه يعني تكرار العودة إلى قيادات عسكرية تحتاج إلى تعديل للدستور، ما في حماس من أساسيين بالبلد ومنهم وليد جنبلاط ويمكن منهم الرئيس بري، وبالتالي فرصة جوزيف عون ربطا بهذه الجزئية وباعتبارات سياسية إلى علاقة بنجاحه بنيل ثقة المقاومة، يبدو أنه الأمر مش صعب جدا. بس هون كيف موقف حزب الله تحديدا؟ يعني خلينا ننسى كل الأمور الأخرى، ولكن لا لناحية هذه الشخصية يسير فيها حزب الله في موقف واضح؟ يعني بعض المعلومات بتقول أنه قلناها وكأنه حدا يعني يتبنى إذا بدك مقربين من حزب الله بأنه ما في فيتو، والبعض الآخر يقول أنه لا، يمكن قد لا يكون عنصر ثقة أو محل ثقة عند المقاومة. شو المعطيات؟ يعني أنا مع احترامي لمن قال أنه ما في فيتو، إذا كان جوزيف عون فعلا قادر على طمأنة المقاومة كخيار يصح القول اللي قالوه البعض، أما إذا كانت مسيرته على رأس قيادة الجيش بهالست سنين لم تنجح بأن تنتزع من المقاومة الطمأنة اللي عم نحكي عنها، برأيي أنا لا فرصة. هي نجحت أو لم تنجح؟ لا أنا برأيي لم تنجح. لم تنجح. طيب لما منروح إلى الأسماء الأمنية هون بكركي، لأنه تعي بأنه في صعوبة بالتوافق والوصول إلى إذا بدك يعني مرشح توافقي بالسياسة، مشان هيك عم نروح إلى البديل بهذه الأسماء اللي حضرتك عم تقول. لا بالأساس بكركي لم تعد متحمسة خاصة ما بعد 17 تشرين لمرشحي الصف الأول، خاصة من اللي هني بمثله جزء من الحلف التاريخي مع حزب الله، وتميل إلى أسماء تعتبرها أكثر مقبولية للمرحلة الجديدة. وبرأيي أنا له حق البطرك وما يمثله، علما أنه البابا هو رايح بالطيارة من البحرين، يعني عطى درس زجري. صحيح. صحيح. زجري للمرشحين الموارنة لضرورة التفاهم والوصول إلى انتخاب رئيس، لكن طبيعي أنه البطرك يسمي من يرتاح إليه هو أو يعتبر أنه في الصفات والخلاصات اللي هو بيشوفها فيه. ولكن هيدا لا يعبر عن موقف سلبي من المرشحين إن إذا بدك على المقلب الآخر، فيما لو يعني بلشت الاتصالات بالنضوج والوصول إلى توافقات بهيدا الموضوع. أنا برأيي في عنده مرونة بيقدر يتكيف بالأخير مع أي خيار حتى ولو كان مقربا من حزب الله. صحيح. في الفترة المقبلة. صحيح. وبمناسبة علاقة الحوار والأخذ والعطاء هو والحزب مفتوحة على قدم وساق. مفتوحة بأي معنى؟ يعني اليوم يتم الوصول أو إذا بدك النقاش بتفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بموضوع الاستحقاق الرئاسي؟ لا، كل طرف بيعبر عن وجهة نظره وعن أولوياته وكيف بيشوف الأمور وكيفية الوصول إلى الخلاصة النهائية، لكن حتى الآن بموضوع الأسماء ليس هناك اتفاق، لانه الاستاذ ناصر قنديل لانه كشف. اصلا حزب الله بعد ما افصح بشكل رسمي. صحيح. هلا بدي اسالك عن ترشيح من سيدعم، هل الورقه البيضاء او انه اليوم سليمان فرنجي هو مرشح حزب الله وحركه امل وما في خيار ثاني؟ لا انا برايي لا، بعد ما في تفاهم على ان يكون هناك تسميه على الاقل بهي الجلسه، وبرايي انا هني بعدهم ميالين لمساله الورقه البيضاء. يبدو انه التيار الوطني الحر هو اللي في نقاش داخلي حول اذا كان. صحيح. سيسمي ام الورقة لا بيضاء، يبدو في اكثر من وجهه نظر داخل التيار. بس اخر شيء مين، اي وجهه نظر تتغلب بطبيعه الحال؟ يعني انا برايي اكيد الرئيس عون موجود بالرابيه وعم بيقود التيار من خلال محاكاة بحبه هو تاريخيا من الرابي، وهو بالأخير وجهة النظر اللي عنده هي الغالب. يعني هي في معلومات بتقول إنه عندهم أسماء بحبوها للمرحلة المقبلة، مثل منصور بتاش، مثل جون لوي إرداعي، في زياد بارود يتكرر كثيرا. بتصور موضوع الأستاذ زياد بارود اللي نحن بنكن له كل الاحترام
وامبارح كان عنده لقاء بالليل طويل مع النواب التغييريين ومجموعتهم، ويبدو خلص النواب التغييريين بجلسة الخميس رح يسموا واحد من مرشحينهم الثلاثة الأساسيين. بس تقول النواب التغييريين يعني كلهم؟ باستثناء يعني بتصور ميشيل دواي بس اللي هو أخرج نفسه. بس مجموعة 12 الأساسيين حتى أسامة ومسعد كانوا بلحظة قراب منهم، عندهم خيارات معروفة ثلاثة متفقين عن عليهم، هن زياد بارود ونصيف حتي وصلاح حنان. ويبدو انه جديا اني سيذهبون لاول مرة نحو تسمية واحد من هؤلاء، لانه يعني كمان بعض المعلومات اشارت انه زياد بارود اذا بدك مزكى خلينا نقول من الجانب الفرنسي تحديدا، مدى صحة هذه المعلومات؟ وصار في نوع من يعني طلب فرنسي انه ان يسير تيار بهذه الشخصية، بس الاساسي انه الى اي درجة الفرنسي اذا تمنى او احب او حاول ان يسوق اسما، لاي درجة بيقدر على ضوء الواقع الموجود والتوازنات الموجودة بالبرلمان أن يسوق هذا الاسم. زياد بارود إنسان محترم، عنده خبرته، إجا على الداخلية، عنده كمجتمع مدني حاضر، صحيح. لكن واقع علاماته على ضوء ما هو مطروح هي برأيي أنا هي العقدة بالأمر. وإذا تسمع الوزير باسيل قال له كتير منيح، ولكن مسألة الرئاسة موضوع تاني، صحيح. يعني وخصوصا في ظل المعادلة اللي كرسها التيار، بمعنى أنه اليوم يعني من بين المواصفات أن يمتلك شعبية وأن يمتلك اليوم، يعني نرجع هون للرئيس القوي، ما بعرف قد ايه قد يسير اليوم بشخصية ما حدا عم يسترجي يرجع يطرح الأمر من باب معايير القوة اللي أصلا طرحت على أساسها. طيب خلينا أطلع ببريك أخير ونصل إلى ما تبقى من هذا الحوار. نصل إلى المحور الأخير في هذا الحوار من السياسة اليوم مع الباحث في الشأن السياسي دكتور وسيم بزي. دكتور، يعني فيما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، خليني أسأل عن حزب الله تحديدا. اليوم البعض يعتبر بأنه صموده في الورقة البيضاء يعبر أنه عن عدم نجاحه حتى الساعة بجمع حلفائه، وبالتالي هي الخيار الأسلم بانتظار يعني الوصول إلى خرق ما فيما يتعلق بين المردة من جهة و لتيار الوطن الحر من جهة أخرى. عم يتعاطى مع هذا الاستحقاق بواقعية سياسية شديدة دون غرور ودون إدخال أي فائض قوة يعيش الحزب بالمعيار الاستراتيجي في حساباته الداخلية، وبحجم طبيعي جدا لحزب مثل نظارة ما هو هون إذا بدك هالمفارقة هون السؤال بالداخل وبفهم عميق لطبيعة البرلمان الموجود ولتسييل موازين القوى على حشد عدد الأصوات المطلوب سواء للخمسة وستين أو للستة وثمانين، يجعل الحزب يتعاطى بهذا المستوى، ما بدي أقولك من البرودة، لكن من فهم دقيق لحقيقة طريقة خريطة الطريق المطلوبة للوصول الى الرئيس العتيق. طب هون شو بده يعمل لايصال مرشحه؟ خريطه الطريق، اول شيء انه مطلوب رئيس يكون عنده ركاب باي معنى، بمعنى رئيس كتله الوفاء للمقاومه، صح؟ يعني حدد لنا المواصفات بشكل واضح، وهيدي انا اصلا عم بنقلها عنه والي الشرف. يعني هيدا بمعنى ان يكون مطمئنا لاهل المقاومه وجمهورها، لأنه هذه المقاومة بالبلد منا حالة عرضية، هذه مقاومة شريكة بصنع انتصار ثالث تاريخي للبنان وبتحرير منطقتنا الاقتصادية الخالصة دون إطلاق رصاصة واحدة، وعبر مسيرات غير مسلحة وصواريخ فقط تكلم عنها سماحة السيد بالإعلام. وبالتالي أن يكون الرئيس القادم يلبي عناصر الطمأنة، هذا عنصر أساسي. اثنين، أن يكون هذا الرئيس مساحة جمع وبالتالي قادرا على مخاطبة الجميع، وأن يكون يملك قدرة على رؤية للبلد بالمرحلة المقبلة تسمح له بحمل التحديات والمخاطر
التي يواجهها البلد. أما العنصر الثاني بالترتيب يلي هو أن يكون حافظا لإرث ميشيل عون السياسي على الساحة الوطنية والساحة المسيحية. طب التوافق مع ركاب كيف تصير؟ يعني هيدي تنطبق اليوم على من؟ على سليمان فرنجية بشكل أساسي وواضح؟ أنا برأيي أكثر واحد ممكن يكون قريب من المواصفات اللي عم نحكي عنها هو سليمان فرنجية. سليمان فرنجية خرج من زمان من أن يكون مرشح تحدي. مع احترامي لرأي الأستاذ حتى ولو كان البعض يعتبر اليوم أنه هو يمثل إذا بدك يعني محور معين وخط معين يمكن بالنسبة له بشكل له استفزاز. هو أصلا يعني ما بيفتخر بتحالفاته وبانتمائه، بس من لما عمل الصفقة الشهيرة مع الرئيس سعد الحريري ربط نزاع مع الفريق الآخر. وبالتالي حتى أيضا وجوده بالاحتفال يوم السبت هو دليل إضافي إن هو إنه يستطيع بأي بيئة هو بيتحمل إنه يكون موجود. وهذا دليل إنه يملك الرجل عوامل مروني، يعني عنده هامش العلاقات اليوم مع العربية والخليجية. مش بحطولنا عنوان هني بس يحطولنا فحص الدم إنه قادر على استعادة علاقات لبنان مع محيطه. نحن بنا علاقات لبنان مع محيطه العربي ومع السعودية ومع كل الخليج، وقالنا سفير بس أكيد البخاري نحن ما بنا الاتفاقات الإبراهيمية. انتبهي أوكي. قالنا سفير البخاري كمان من ضمن المواصفات اللي هو حددها أنه أن يكون رئيسا سياديا. دخلك أنه هيدي كيف برأيك الشخصي سفير معتمد بالبلد بناء على اتفاقيات جنيف وعلى كل الأعراف الدبلوماسية يستعمل تعبيرا له علاقة بالصراع السياسي الداخلي للبنان؟ هيدا سؤال برسم من المفروض، يعني مين المفروض يطلع ويعطينا موقف لبنان الرسمي بهذا الاتجاه؟ في وزارة خارجية وفي حكومة، مين المفروض يطلع ويقلنا؟ بالعكس أنا برأيي بهاللحظة ما في حدا مؤهل. لا هلأ بهاللحظة بس هو طلع الموقف قبل الفراغ طلع الموقف يا دكتور. على كل حال ليكي هو كان مفروض بدبلوماسيته ما في شك انه المؤتمر نجاح له بهذا الحشد اللي جابه، وهيدا دليل انه هو عنده وسائل ترغيب باشكال متعدده. شو يعني ترغيب لان نتيجه ترغيب يعني بالسياسه ضمن الترغيب في ترغيب بالطموح ترغيب ما بعرف بشو كمان. بس وين سيصرف هذا المؤتمر؟ بس هو ليش مضطر انه يستعمل كلمة يحسب فيها نفسه على فريق دون اخر؟ لانه هو يعتبر بانه هذا الفريق هو الفريق السيادي اللي يقف في مواجهة المقاومة في لبنان، يعني بشكل واضح للسياسي الواضح. صحيح. علما انه هو ايضا بدعوة كثر مبارح عمل خارق، ولما راح زار فيصل كرامي بطرابلس عمل خارق. صحيح. ولما زار بعل محسن عمل خرق، لكن على شرط ألا تكون هذه بإطار الصورة بل بإطار المرونة لمخاطبة الجميع خارج الاستفافات الدولية. أتيت على ذكر يعني الاتفاقات الإبراهيمية شوي استفزتني، لأنه يعني كان لافت مقاله النائب رئيس مجلس النواب من قصر بعبدة يوم التوقيع على الترسيم، وقال بما معناه يعني لا وقال بشكل واضح أنه بلبنان هذا الاتفاق وهيدا الترسيم هو بديل عن الاتفاق يعني الإبراهيمي. أنا حقيقة فهمت؟ كنت بإحدى المحطات الإقليمية وسئلت تحديدا عن هذا الأمر. أنا برأيي هو أكيد عم بيميز الإنجاز عن الاتفاقات الإبراهيمية، يعني بمعنى أنه بعيد عن التطبيع والاعتراف وكل هذا قصده السليم الرجل بطبيعة الحال. هو عم بيحاول يحط القصة بخانة أموس هوكشتاين شخصيا، يعني أنه هو إنجاز بإطار الإنجاز، وخاصة أنه هو بتربطه في صداقة وحابب يبيعه هالإنجاز على المستوى الشخصي. بهالقد يعني كان حدود القصة. فيما يتعلق بحزب الله تحديدا من موضوع الرئاسة اليوم، شو برأيك هو يحتاج إلى مجهود كبير يعني بالمرحلة المقبلة، وهيدا المجهود يعني حيخلينا نكون أمام أكثر من عشاء يجمع جبران باسيل بسماحة الأمين أكيد العام؟ أكيد هني مراهنين أول شيء عنصر الوقت، اثنين مراهنين على تغير المعطيات القائمة حاليا، ثلاثة على توفير عناصر طمأنة لمن لديه هواجس، أربعة على إمكانية عقد صفقة تحسب فيها المصالح
ويكون فيها التزامات. هذا الأمر حتى الآن لم يحدث في خرق جدي. وإذا بس بدأ الطرح إذا بدك بعناوينه الكبرى ولا بعد؟ أكيد إذا أنا بحكي عن الجهد الذي بذله سماحة السيد حسن نصر الله بهيدا اللقاء بالذات والوقت الذي استهلكه اللقاء والمقاربة الاستراتيجية لحط فيها عنوان الرئاسي والواقع اللبناني وضمن أي هدف، لدرجة أنه الوزير باسيل أجاب لو أنا محلك بقارب الأمر مثل ما أنت قاربته، ولكن بس أنا محل حساباتي أنا. يعني هون إجت المسألة الإشكالية. أوكي. وبناء عليه قلت لك أنا المحاولات ستستمر طبعا مع سيرنا لقدام. مسألة عامل السرعة نجاحه أو عدم نجاحه، الأطراف الآخرين واقتناعهم، لكن في عنصر أساسي وهو هو أهم من كل هون، كلمة السر الخارجية. في مرشح للأمريكي اليوم واضح؟ أنا برأيي الأمريكي تارك هامش بهذا الأمر، وغير صحيح لما ترشح ميشيل معوض أنه نقال انه هو مرشح امريكي. كان لك موقف شهير بهيدا الاتجاه. انا اجابت انه هو امريكي مرشح وليس مرشح، لانه بعض المعلومات كانت عم بتقول انه قد يكون مرشح المملكه، لكن اذا خلينا اذا ربطاً بمشهديه اذا بدك المؤتمر ما بين انه هو مرشح المملكه لاعتبارات الشكل، خليني اقول هيدا ينفي اذا بدك هيدا الموضوع. لا. وعليه شو؟ هو لذلك بناء على هيدا المسار الامريكان تركين لنفسهم هامش بهيدا الامر. بدك تشوفي إذا بده تنجح قنوات التواصل غير المرئية إقليميا ودوليا بأي توقيت وضمن أي مشهد للمنطقة، سيفرج عن ملف الرئاسي في لبنان، لأنه واضح أنه إذا بدأت عملية نزول الجميع عن شجرة أوكرانيا من هون لآخر هيدا الشتاء أو لمنتصف هيدا الشتاء بدها ترجع تتبلور وقائع جديدة. واللي صار بالعراق رغم أنه لمبين حتى الآن أنه ليس بإطار أمر أمريكي إيراني بل إلهم علاقة فيه الأمريكان ربطا باللي قلت لك إياه، لابد بلحظة ما أن يؤثر على المحيط. وما ننسى دائما سوريا. صحيح. لأنه لا يمكن فعلا لأي معطى لبناني يعيد ترتيب مشهد الداخل من دون سوريا، من دون حدث سوري كبير يؤسس أو يرتبط بما سيحدث. يعني بما فيها حتى اليوم اتفاق الطائف وهذا التمسك فيه، أنت فيك تروح اليوم يعني إلى إعلان الموقف، ولكن بالترجمة تحتاج اليوم إلى هذا الدور السوري لتستوي الأمور بالشكل المطلوب في الداخل اللبناني. هذا دور أصلاً موجود باسم التاريخ والجغرافيا مع لبنان، موجود باسم موازين القوى، موجود باسم أن سوريا هي حقيقة دائمة ومستمرة، وأنه طيف وهجة اللبناني سيبقى ويستمر بغض النظر عن تجربة ما قبل الألفين، أو بغض النظر عن ما قالت إليه الأمور فيما يتعلق بموضوع الترسيم و... لا لا بس هون لنحدد مسألة، لأنه في زيارة مرتقبة للوزير باسيل. الوزير باسيل أكيد حاطت أجندة ملفات تعطي حيويات للزيارة وللملفات المطروحة. ملف اللي له علاقة بالحدود البحرية مع سوريا هو بيد الوزير علي حمية وزير الأشغال، وهو يتعاطى مع هذا الملف بكثير من الحيوية. وبرأيي أنا ما في مشكل بين اللبنانيين والسوريين ربطا بهيدا الموضوع، وعند أول لحظة متى تنحط فيها اللحظة الأمور على الطاولة بسرعة فينا نوصل لتفاهمات. بس هيدي اللحظة مرتبطة أيضا بحدث يعني إذا بدك بروسيا، إلى كتير اعتبارات. صحيح. هيدي اللحظة ولا لا؟ صحيح. والروس بعدهم موجودين. صحيح. بشرق المتوسط ولم يقولوا كلمتهم النهائية عشان التوازن بين شمال وجنوب. آخر شيء عندك الأمريكي من جهة والروسي من جهة أخرى. سؤال أخير، يجاري حزب الله باسيل برأيك باسم قد يطرحه فيما لو لم يعني يوصلوا إلى إقناعه؟ لما نعجز فعليا عن إحداث خرق بما هو مطروح الآن وحينما تصبح الأسماء يعني ما بعد سليمان فرنجية وجبران باسيل وجوزيف عون، جبران باسيل سيترشح خلاص، بس على الأقل لم يعلن حتى الآن خروجه رسميا. صحيح. من المعركة، ولكن قد يترشح. هو تارك ورقة للمناورة. بدك تشوفي هو قديش مقتنع أنه فرصة نجاحه إذا ترشح. طب بحل يوم نضوج أي عناصر تسوية على غرار تسوية عمه، شو اللي بيمنع؟
يعني يمكن الظرف الموضوعي اللي تأمن لعمه سواء باللي له علاقة بإدارة أوباما والاتفاق النووي. انتخب 8 أيام قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، معراب وسير القوات، صفقة سعد الحريري. هاي العوامل قد لا تكون متوفرة الآن لجبران باسيل، وهو يدرك هذه الحقيقة جيدا، لكن يحافظ على هذه الورقة بإطار المناورة السياسية. يعني بهذا المعنى نحن بفراغ، إذا بدك ليس يعني مفتوحا مثل هيك استشفيت ما بعرف، ولكن قد يكون عنده نهاية بحد معين أواخر هذا الشتاء. أنا برأيي الشخصي أنه ما بين نهاية هذا العام وشهر شباط لازم تكون بلورة عناصر كبيرة وحاسمة تسمح لنا بأن نصل إلى رئيس جمهورية، بغض النظر عن طبقة ومستويات الأسماء المطروحة. جبران باسيل بلحظة حكى بمنصور الطيش بالكواليس، بلحظة حكى بجون لوي إرداحي. في كتير أسماء. جون لوي إرداحي بالمناسبة من الأسماء الوطنية اللي عنده ركاب. طب أنتوا كيف بتقيموا مين عنده ومين ما عنده؟ يعني هيدا شو المعيار؟ على الأقل هو من مدرسة إيميل لحود السياسية. واحد. اثنين، هو ابن بيت سياسي عريق ببلاد جبال. ثلاثة، هو بأدائه بثلاث دورات متتالية بوزارة الاتصالات كان يقف بوجه الديناصورات الكبار ويقول لا. أربعة، مواقفه العلنية لما ترشح بال2018 مشهود لإلى. خمسة، حائز على ثقة المقاومة. أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة، دايما الوقت بيخلص بسرعة معك دكتور وسيم بزي، الباحث في الشأن السياسي، أهلا وسهلا فيك. شكرا على تلبيتك الدعوة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، في أمان الله.